تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء جمهورية العراق السيد مصطفى الكاظمي تم خلاله تبادل التهاني والتبريكات بمناسبة عيد الفطر المبارك داعين المولى سبحانه وتعالى أن يعيد هذه المناسبة على الشعبين والبلدين الشقيقين بالخير واليمن والبركات والأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والتقدم